من مدينة نصر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ديفيلي كيدز الدولي يلمع نجمه في سماء مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. اليوم الافتتاح الكبير للديفيلي في دورته ال 44 للعام ال 21 على التوالي. ديفيلي كيدز الدولي معرض متخصص لأزياء الأطفال، فهو بيضم 555 مصنع وشركة متخصصة. نلتقي الآن لقاءات حصرية جدا مع بعض المصنعين والشركات المتخصصة لأزياء الأطفال والأم والمستلزمات. تابعونا وخليكم معانا داخل المعرض. رديب صاحب مصنع سوريانا كيدز، مشاركة في المعرض خاصة معرض زي ديفيلي بالنسبة لنا حاجة أساسية بصراحة. دائما بنعرف الناس على الموديلات الجديدة، بناخد رأي الناس بالموضة، بنعرض الأفكار الجديدة، بنسمع برضو من الناس وجهات النظر بالموديلات اللي قبل كده. يعني بأساس شغلنا وديفيلي كيدز أساسي معنا بصراحة. أنا بتشكر جدا شركة ديفيلي كيدز، بتشكر مستر حسام فيض الله وآل فيض الله كلهم على تعاونهم الدائم مع جميع المنتجين والمصنعين بمصر، ونتمنى إن شاء الله تعالى دوام التوفيق لنا وإلهم. وهن يعني مش شركة غريبة عنا، بالعكس نحن بنعتبر حالنا شركاء معهم في الشركة، وشركاء في النجاح، شركاء ببناء هذا الصرح العظيم إن شاء الله.